اهلا وسهلا بكم مره تانية، ورجعنا لكم من الفاصل. هنشوف بقى هنقدم ريش مع الحركات اللي احنا هنعملها دي ازاي. انا عايز ادي لنفسي مساحه كده الاول، اخد شويه من البطاطس دي كده، والخضار ده، واحطه فين؟ على وش الفرن. عايز اعمل بقى طبقات بتاعتي عادي. نفتح الرز، الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن الرز ازاي نعمله. الرز اي نوع رز، كوباية رز عليها كوباية وربع مية. مثلا عندي لون عايز اعمل مثلا رز بالكركم زي كده، هعمله ازاي؟ حاوي الرزايه قلبتها لغايه لما لمده مثلا 3 دقائق سخنت معايا، وبعد كده اضيف الكركم بتاعي، ابدا اضيف الشوربه وخلاص على كده ده التمام بتاعي. ضيف على كده بقى اي لون من الوان الرز. عايز اعمله اخضر اجيب شويه سبانخ وافرمهم فرمه حلوه، برده نفس الحكايه مفيش مشكله معايا. بصوا مفيش، الاكل مش صعب، بس عايزين نتفنن في تقديم الاكل كده. حلو قوي، بسم الله. هضغط هنا على الفورمه ديت عشان خاطر تبقى طالعه معايا حلوه. طبق تقديم صغير صغير، صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. مهمتك انتهت خلاص معايا. نجيب طبق كده وبول، شوف هنعمل ايه مع طبق التقديم. نعمل كده. انا عايز اعمل بقى ايه، يعني زي اشكال حلوه كده وانا بعمل الاكل بتاعي. هجيب شويه رز اصفر اهوت، وهسحبه مثلا بالطول. دلوقتي هتشوفوا دلوقتي انا هعمله ازاي. كده حلو قوي. بايدي كده هبدا الف ده كده كده. تمام، نضف ايدي، امسح المكان بتاعي. حلو قوي. انا مقدم رز وخضار، ابدا اجيب شويه، ممكن بقى اقدم شويه من الخضار فوق هنا، وليكن برضو ما نحرمش حد برضو منهم تاني. شوية اهوت خضار، شوية نشيل شوية من الجوز بقى بتاعهم ده عشان خاطر برضو ما يبهدلش الطبق. شوية كده اهو، شوية من البطاطس، خضار الجميل ده اللي هيدي معايا ايه. بصوا عايزين يعني انا ببقى مبسوط لما بقدم اكلة حلوة شكلها حلو. انا مبسوط كده ان انا بقدم الاكله دي لاحلى ضيوف عندي. ورمضان كريم. ابدا احط الريش بقى عكس بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الحتت اللي هي كبيره شويه عشان خاطر ايه تدي معايا شكل كويس كده اهوت. كل لما كانت مساحة الطبق بتاعي أكبر، كل لما كان أنا عايز الحتت اللي هي الكبيرة ديت. أيوة كده. ممكن بقى إيه نجيب حتت مثلا من فوق هنا كده. وده هيتقدم زي ما هو مثلا في قلب الطبق أو في طاجن تاني. يبقى أنا خدت من اللي أنا الكمية اللي أنا عايزها في قلب ايه الطبق بتاعي او في قلب طبق التقديم. لو عندي صينيه اكبر من كده هقدمها، بس انا عايز احافظ على الشكل الجمالي بتاعي. بصوا بقى انا عملت الشكل اهو قدام منكم. ننزل بده ده تحت هنا عندي، ده المكان اللي انا سويت فيه ايه الريش. شويه حتتين زبده، معلقه زبده، وادي تحفير الدقيق، سنه لبن بسيطه، ويبدا يربط معايا
طبعا هياخد كل الصوص ده معايا ابدا انزل بيه على الريش بتاعتي دي عشان يبقى بالمنظر الجميل قدام منكم ده. وننزل هنا حته ما نزودش كتير عشان ما تسهلش معايا برضو. حلو قوي. ودي طبعا عشان يبقى ايه كله عفوا. حلو قوي. تالي كده الكلام جميل. دي خلاص. نشوف هنعمل ايه تاني. قدم معاها سلطه وليكن سلطه الطحينه. بس طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل الطحين. انا عارف ان انتوا اساتذه فيه. نعمل الطحينه ازاي؟ نجيب المضرب السلك، اجيب بوله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده خلاص ممكن احطه تحت هنا. انزل بالطحينه بتاعتي الكميه اللي انا عايز اعملها وليكن دي مثلا. يلا مش مشكله. شويه عصير ليمون. نصيحه بقى، الطحينه ما تعملوهاش بميه سخنه. تاني الطحينه ما بتتعملش بميه سخنه. طب ما ده بتبقى اسهل واحسن في الفك وكده. انا عارف ان هي بتبقى اسهل في الفك بس بعد كده بلاحظ ان الطحينه بتاعتي. نحط التوابل كلها الاول مره واحده. عندي كمون وعندي شطه وعندي الملح. بس اللي انا بلاحظه في ايه بقى؟ ايه اللي انا بلاحظه؟ اللي انا بلاحظه ان لو عملت مثلا ب بسم الله الرحمن الرحيم ادي ملح بالميه السخنه اللي بيحصل معايا شويه شطه وشويه كمون. اللي بيحصل معايا ان الطحينه بتاعتي بتبدا بعد شويه ما اسيبها مثلا. يعني انا غرفت الطبق اهوت والاطباق كلها شكلها جميله وعملت العزومه بتاعتي وبعد وان احنا مثلا قاعدين بناكل. طبعا احنا بنعزم بنعمل الحاجه مثلا بنفرش الترابيزه قبلها بشويه. الاقي ايه بقى اللي يحصل في الطحينه؟ الاقي الطحينه عملت معايا وش خفيف كده من فوق. طب ليه بقى؟ الميه السخنه بتعمل كده في الطحينه. انا لو جبت ميه سخنه دلوقتي وفكيتها الطحينه دلوقتي هتفك معايا جميله قوي وهتبقى اسرع واسهل واوفر لي. لان الميه السخنه اساسا بتفك اساسا العرق اللي موجود فين؟ في السمسم ده اساسا. ما هي الطحينه عباره عن سمسم. سمسم وزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا متفقين ان انا لا اعمل الطحينه بميه بارده. ولو عايز لونها يبقى افضل كمان اجيب شويه ثلج واحطهم عليها. سنه كمان. سنة زيت. زيتون طبعا. شوية خل. ما زودش عشان خاطر انا بدل ضفت ليمون كويس يبقى ما زودش كتير الايه؟ الخل. حلو قوي. بسرعة بقى عم الحاوي. عشان نخلص عايزين طبق تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. بص بقى الحته اللي جايه ديت هي اللي انا ايه عايز اعملها مع الطحينه. هجيب معلقة واجيب بولتين شوية كمون شوية شطة شوية زيت. كده تمام. اجيب معلقتين اتنين معلش تاني صغيرين. واحدة للشطة. عملت دلوقتي لون احمر طبيعي وعملت
لون اللي هو اللي هو يبقى لون قريب من الايه من البراون ده اهو طبيعي برضه اهو. عايز انا بقى ايه شويه من دول تاني عشان اغمقها سنه. حلو 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 يا حوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى هعمل نقط كده كده ايه يعني نقط يعني ايه يعني لا معلش دقيقة واحدة بالظبط وهتشوف الشكل ان شاء الله. احنا قلنا لو غاوي ايه ايوه سامعكم بتقولوا ايوه هو الحاو. ان شاء الله اقل من الدقيقة نكون مخلصين ان شاء الله. وادي نقط تانية من الشطة يا رب نكون خلال الشهر ده نكون ضيف خفيف عليكم نكون قدمنا لكم كل ما هو مفيد ونكون سبب لإضافة حاجة بسيطة قوي مع حضراتكم. بص بقى أنا عايز مثلا عندي ما عنديش توزبكساية مثلا دلوقتي. بص بالعدة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كده لان ده دي قلوب بتعبر عن مدى ايه حبنا ليكم طبعا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. ولو غاوي خليك مع مين اه ايوه هو ده سمعوني صوتكم هو الحاوي. سلام.